فيديوان النهارده معانا مع فيديو جديد من فيديوهات الماس، وده اخر فيديو معانا في الترم الاول. هناخد مع بعض ايه بقى؟ نمبر 10 بقى ما بقاش ساكن في بيت واحد، بقى ساكن في بيتين. اول بيت اهو بيت الايه؟ تنس، بيت تنس. بعد كده يونتس، ماشي. يبقى مين اللي قاعد في بيت التنس؟ شايفين ده ايه؟ 1. ومين اللي قاعد في بيت اليونتس؟ 0. برافو عليكم. يلا بينا كده نعد مع بعض. 1 هنبدا ب 1 يا ميس. شاطرين. 1 يلا نعد كده، لازم نشطب على حاجه ميس زي ما انت قلتي. ايوه نعد ونشطب. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب يلا بينا كده نعد كام صبع صوابعنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا بينا نعد البولس مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا بينا نعد الكيدز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شاطرين. How to write 10. يلا بينا نعرف ازاي بنكتب 10. التن عبارة عن اي وان جنبها زيرو. واحنا هي سنة اولى خدنا كيزي وان مع بعض، خدنا الوان بنكتبه ازاي والزيرو بنكتبه ازاي. بكتب الوان في بيت التنس والزيرو بيت ايه؟ يونتس. يلا تانية، يلا نشوف الوان بيتكتب ازاي. الوان يا ميس بيتكتب في بيت التنس والزيرو في بيت اليونت. برافو عليكم. يبقى انا النهارده خدت ايه؟ نمبر 10. خدت ايه؟ نمبر 10. والتن دي عبارة عن كام رقم واقفين جنب بعض؟ وان جنبها ايه؟ زيرو. وان جنبها زيرو. نمبر لاين، خط الاعداد بيبدا من الشمال، من اليسار الى اليمين. يلا بينا نراجع الارقام بتاعتنا كلها اللي احنا اخدناها. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا خط الاعداد ده بستخدمه في حاجات كتير جدا. بعرف النيكست ديجيت، بعرف الايه المور زين والليس زين، بعرف منه حاجات كتير جدا، ماشي. وانا هنا دلوقتي علمت على نمبر ايه؟ 9. نمبر 10. احنا اخر رقم اخدناه النهارده الترم الايه؟ الاول. يلا بينا مع بعض كده نشوف سؤال جديد. اد يعني اجمع. 5 + 5 ايكوال. ادينا ان ال 5 ايدينا كده يبقى فيها 5، وايدينا كده فيها 5، يبقى 10 اللي احنا خدناه النهارده. 1 و 0 10. شاطرين. 5 + 5 = 10. مش هحل انا الجايه؟ حليها يلا. 7 المامايه نحطه في مخنا ونطلع التوه على ايدينا. افتر 7 8 و 9 يبقى 9. برافو عليكم. يلا كمان مسألة. هنا المسألة دي ايه؟ بصوا نايمة، مسألة افقية كده. هي 6 + 2 هنحط 6 في مخنا ونطلع 2 بعد after 6 7 8. ال 5 يا ميسا نحطها في مخنا plus 2 هنطلع 2 على ايدينا بعد ال 5 6 7. شاطرين. سؤالنا write the next digit، اكتب العدد التالي. وانا عرفت write the next digit بزود 1 او plus 1 plus ايه؟ 1. 5 after 5 ده سؤال طبعا ايه المتفوقين حبايبي الحلوين هنحله طبعا، ونكتب اجابتنا فين؟ اسفل الفيديو في التعليقات. منتظر اجابات حبايبي الحلوين في التعليقات، والى اللقاء في فيديوهات اخرى قادمه الترم الثاني. جود باي كي جي 1. جود باي.